حارة العدن أو ما تعرف بحارة العمال الواقعة وسط مدينة الحوطب بمحافظة لحج، حي تحاصره الأمراض المنتشرة هنا بسبب تكدس القمامة وبيه الصرف الصحي. نحن مطالبنا الوحيد نشي قرر المستنقع مننا، إنه ضرر عيالنا، ضرر نحن النامس لفوقنا، حمد ظنك لفوقنا، لا في لا شيخ يقرأ علينا ولا يتابع علينا، والسلطة المحلية هي اللي راضي. قد نزل لنا عود الصراحين، ونزل مدير صندوق النظافة كرف 6 مليون وحررنا ولا عمل أي حاجة. المنطقة التي لا يسكنها سوى الفئة المهمشة التي وجدت نفسها تصارع من أجل البقاء وسط تجاهل السلطات لمعاناتها. ما نعرف نحن المقاري، نحن حقنا هنا وحق الحوافز كلها هنا، يعني مش بيقبلوا المقاري حقهم، ما هم دول مهمشين ولا كيف؟ بس هذا السؤال نسألهم. مستنقعات مياه المجاري والصرف الصحي هنا وسط الأحياء تشكل خطرا كبيرا على حياة السكان، إذ تسببت بظهور الحميات والأمراض الجلدية وحصدت أرواح بعضا منهم. أيوة، في الفشل الكلوي ماتوا منهم 5 حالات في الفشل الكلوي من بعد هذا المستنقعات، وفي إصابات لحد الآن 10 حالات اليوم، فيهم مراريا وصفار وكله فيهم، وصفايح وحمى الضنك. وإنما يا أخي إيش يعني الواحد يشتكي وين؟ ما حد عاد ينصب لهذونا تعافى. أطلقت الجهات الرسمية وعودا بتحويل هذا المكان إلى متنزهات وحدائق ألعاب للأطفال، لكن تلك الوعود ذهبت ولم يتحقق منها شيء، ويبقى الحال على ما هو عليه. بعدون أن بيكون متنفس مع الأطفال، رجعنا فيها مقاري داخل البلاد، والنامس منتشر عندنا داخل الحافة، تقول معناته تقول ضباب، ما نقدر نرقد. فين السلطة المحلية وفين المحافظ معناته يشوف هذه الأعمال دي؟ فين المتنفس؟ قاعد مقاري والناشد المحافظ، المحافظة العام يفعلنا أي حل بهذا المستنقعات. بالأمس كانت هذه المنطقة أرضا زراعية تحوي أنواعا مختلفة من الأشجار كالمانجو وأشجار الفل والياسمين وغيرها، لكنها باتت الآن مرتع لمخلفات القمامة والمستنقعات، تسبب بتفاقم مشاكل السكان الذين أرهقتهم المناشدات بانتظار الخلاص من هذه المعاناة. مختار شعتل، قناة بلقيس، محافظة لحج.